دولة تتطلع إلى المستقبل بشكل مستمر. أنا الحين واقف على أساسات البرج اللي راح يكون أطول برج في قطر، مع أفكار رائعة وإمكانيات ضخمة. هذا المشروع اللي راح يمثل أهمية كبيرة دولة قطر، لأن راح يمد قطر بالغاز من الداخل. مستقبل قطر في الموسم الثاني بتشوفونه إن شاء الله الثلاثة 8:30 المساء.